السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي الطلبة في مقرر الجيولوجيا 1 جيو 211 للمرحلة الثانوية الصف الثاني ثانوي المسار كيم حياة. درسنا اليوم بيكون بعنوان تشكل الصخور الرسوبية. أهدافنا لليوم: الهدف الأول توضح تشكل الصخور الرسوبية، الهدف الثاني بيكون توضح عملية التصخر. أولاً، تنشأ الصخور الرسوبية الناتجة من تصخر الرسوبيات الناتجة من التجوية والتعرية، يعني الصخور الرسوبية تنشأ من تصخر من؟ من تصخر الرسوبيات. هذه الرسوبيات ناتجة من عمليتين. ما هما العمليتين؟ العمليتين هما التجوية والتعرية. فهاي ثلاث أهم مصطلحات. المصطلح الأول الرسوبيات. ما هي الرسوبيات؟ الرسوبيات هي قطع صغيرة من الصخر انتقلت وترسبت بفعل من؟ بفعل المياه والرياح والجليديات، وتنتج هذه الرسوبيات مثل ما ذكرنا سابقا من عمليات التجوية والتعرية. فالرسوبيات هي القطع الصغيرة اللي نتجت من التجوية والتعرية. ما هي التجوية وما هي التعرية؟ التجوية هي مجموعة من العمليات الفيزيائية والكيميائية التي تفتت الصخر إلى قطع أصغر، يعني التجوية هي عملية تكسير الصخر. مثل ما ذكرنا هذه عندي الصخر يتفتت إلى قطع إذا بنلاحظ أصغر، فبينتج لي الرسوبيات. هذه الرسوبيات ما بتتوقف فقط عند التجوية. التجوية لها نوعين، في عندي أنا تجوية فيزيائية وعندي تجوية كيميائية. التجوية الفيزيائية ما الفرق ما بينهم؟ في التجوية الفيزيائية تنفصل فيها الحبيبات أو البلورات على شكل حبيبات أصغر حجما دون، لاحظوا هني، دون أن تتغير كيميائيا، فقط أنا عندي صخر كبير بيتحول إلى صخر أصغر. التجوية الكيميائية لا، بيصير عندي أنا هني تغيير كيميائي تحدث عندما تذوب أو تتغير معادن الصخر الأقل استقرارا كيميائيا، لأن هي أصلا بتكون غير مستقرة كيميائيا فبتذوب وتتغير المعادن، فبيصير عندي تغيير كيميائي في الصخر. هذا بالنسبة إلى التجوية. أني إلى التعرية. ما هي التعرية؟ التعرية هي عملية إزالة الرسوبيات ونقلها. كيف يتم عملية إزالة الرسوبيات ونقلها؟ عندي أربعة عوامل مثل الرياح، نشوفها في الشريحة، مثل عندي أنا الرياح العامل الأول، العامل الثاني المياه الجارية، الجاذبية الأرضية، والعامل الرابع الجليديات. كل هذه العوامل تساهم في نقل الرسوبيات. كيف تحدث عملية الترسيب؟ تحدث عملية الترسيب عندما تستقر الرسوبيات على سطح الأرض أو تهبط إلى القاع، ويحدث هذا في الطبيعة عندما يتوقف عامل النقل أو تقل سرعته. كيف تتم عملية الترسيب؟ تستقر أولاً الحبيبات الكبيرة في الأسفل، ثم في الأعلى تكون الصغيرة على هيئة طبقات أفقية. يعني أول شيء في البداية الحبيبات الكبيرة في الأسفل، ثم الأصغر والأصغر، وهكذا بصورة تدريجية على هيئة طبقات أفقية. ما تأثير عوامل النقل في عمليات الترسيب؟ ذكرنا سابقا أن توجد لدينا عوامل نقل في الترسيب مثل المياه والرياح والجليديات. نبتدي بالمياه السريعة. تستطيع المياه السريعة بسبب سرعتها نقل الحبيبات الكبيرة الحجم لأنها تحتاج إلى طاقة. من تقل سرعة المياه تترسب أولا مثل ما قلنا سابقا الحبيبات الكبيرة ثم الأصغر. إذا النتيجة ستكون لدينا رسوبيات مفروزة. الرياح لا تحرك إلا الحبيبات الصغيرة فقط، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، فتشكل لي مثلا الكثبان الرملية لأنها فقط تفرز لي حبيبات الرمل الصغيرة. الجليديات تحمل جميع المواد على اختلاف أحجامها، ففي النهاية بتكون عندي رسوبيات، فيها رسوبيات غير مفروزة. ذوبان الجليد بيحمل لي جميع الرسوبيات اللي تحته. فهذه بالنسبة حق تأثير عوامل النقل.
خلاص الحين انا عندي رسوبيات استقرت في المناطق المنخفضة من الارض. طبعا ليش المناطق المنخفضة من الارض؟ بسبب الجاذبية الارضية. مع استقرار المزيد من الرسوبيات في المناطق المنخفضة بيزداد الضغط في الطبقات السفلى. زيادة الضغط مثل ما ذكرنا سابقا يؤدي إلى ازدياد درجة الحرارة، هذه ذكرناه في الدرس السابق. فضغط مع درجة الحرارة هذا يسبب في تصخر الرسوبيات. ما المقصود بالتصخر الآن؟ التصخر هي عمليات فيزيائية وعمليات كيميائية تؤدي إلى تماسك الرسوبيات وتكون ماذا؟ صخر رسوبي. ما هي العمليات الفيزيائية وما هي العمليات الكيميائية؟ العمليات الفيزيائية، العملية الأولى التراس. التراس من اسمها تراس، هي عملية ماذا؟ ضغط الرسوبيات وتقريبها من بعضها البعض. بتلاحظون حبيبات الرمل بتنضغط، تتلامس الحبيبات مع بعضها البعض. مثلا إذا كانت عندي رسوبيات من الطين بيقل حجمها بسبب الضغط. شنو نلاحظ من هذه الصورة؟ نلاحظ احنا ضغطنا الطين وانضغطت أيضا الرمال، لكن بنلاحظ على الرغم من ضغط الرمال إلا أنها أيضا محتفظة بالفراغات، بينما الرسوبيات الطينية ما فيها فراغات. شنو السبب؟ يلا السؤال علل. لا ينضغط الرمل بقدر انضغاط الطين. شنو الجواب؟ لأن حبيبات الرمل تتكون في العادة من الكوارتز، والكوارتز غير قابلة للتشوه تحت ظروف الدفن العادية. العامل الثاني من عوامل التصخر السمنتة. ما المقصود بالسمنتة؟ تحدث عملية السمنتة عندما تترسب معادن جديدة تكون مذابة في المياه الجوفية. هذه المعادن تؤدي إلى التحام الحبيبات الرسوبية مع بعضها البعض مشكلة صخر رسوبي. أنا في السلايد اللي قبل قلت في فراغات، شلون هذه الفراغات تلتحم؟ ما يصير صخر يكون في فراغات، تلتحم عن طريق عمليات السمنتة. كم ثم رويتكم الحين هني عندي أنا الحبيبات، هذه الحبيبات، هذه صارت عملية هني تراس مثل ما ذكرنا سابقا. هذه الفراغات من بيلحمها؟ بتلحمها المعادن الجديدة، لاحظوا الذي باللون الرصاصي، فهني بتصير عمليات السمنتة فتؤدي إلى التحام الحبيبات فبتغلق لي الفراغات فبتشكل لي في النهاية صخر رسوبي. شكرا على حسن استماعكم، انتهينا من هذا الدرس.